قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري ومسلم زاد الطبراني في الكبير ويلهمه رشده. من يريد الله به خيرا، والخير خير الله، ولا يصل خير إلى شيء من الكائنات ولا إلى أحد من المخلوقات إلا بإرادة الله. وبسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. وبذلك تعلم حقائق الخير وظواهر الخير، فإن ظواهر الخير قد تطلق على مجرد المال، وقد تطلق على ظاهر الصحة الجسدية، وقد يطلق على ظاهر مواتاة الأسباب للمرادات للإنسان، وليست تلك حقائق الخير. ولكن العلامة فيما قالها إمام أهل الإمامة وكريم أهل الكرامة سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم أن ينازلك نور تفقه به دين الله، ينازل قلبك نور تفقه به دين الله. من يريد الله بخير يفقهه في الدين، يفقهه يفهمه فيفهم عن الله أسرار خطابه. فإن الدين ما ارتضاه الله لعباده إيمانا وإسلاما وإحسانا،